لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. هذا في خشونة اللباس، في ليس مقصودا ولكن كان هذا هو الموجود فاستعمله النبي عليه الصلاة والسلام، واستعمل أيضا أنواعا من الحلل. لبس جبة رومية ضيقة الكمين، وكان عنده وأتي بحلة سيراء من حرير فنزعها بعد أن لبسها، ثم قال أو قال: ما ينبغي هذا للمتقين. ترك ثياب الحرير وقبض في الثياب الغليظة. طبيعي الحرير الطبيعي طبعا هو المحرم، لكن ما يسمى بالحرير الصناعي ليس بمحرم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر. حبلة، وهي السمر، نوعان معروفان من شجر البادية. تمشوا في الصحراء شوفوا شجر البادية ده بيبقى عامل ازاي، بيبقى شجر جاف كده، ولكن مش لاقين غيره أصلا. لقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر. السمر حتى إن كان أحدنا لا يضع كما تضع الشاه ما له خلط أو ما له خلط، يعني الفضلات تبقى زي الشاه، ما بتعمل تعمل حاجات ناشفه كده، ما بيخ مش مختلط ببعضه، ما بيتكونش مع بعضه بحيث ان هو يبقى يعني معروف. لما يكون الفضلات البرازيه متكونه بتبقى مع بتختلط بعضها من ليوناتي، ده امساك جامد لان ما فيش اكل غير شجر الباديه. ولا حول ولا قوه الا بالله. كانوا بيخرجوا معهم طعام وتمر وشراب، بس الغزوة تطول والطعام ينفذ فلا يجدون إلا ورق الشجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه. قال أهل اللغة والغريب: معنى قوتا أي ما يسد الرمق قدر الحاجة فقط، يعني قدر الحاجة ربما تكون أشد شوية من إيه؟ من ما يسد الرمق، يعني أعمى شوية.
ما يسد الرمق، يعني ما يحيا به الإنسان. نقول القوت هو ما يكفي حاجة الإنسان فقط ولا يزيد، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حتى حين أتاهم المال كان رزقهم كذلك. جاء عائشة أظن 100,000 درهم، فما أمست حتى أنفقتها كلها، فقالت لها الخادمة: لو تركت لنا درهما أو درهمين، يعني 1 من 100,000، لو نشتري به لحما، لأن كتير ما كانش لحمة. فقال: لو ذكرتني لفعلت. عشان كده كان يبقى معاهم ورزقهم أيضا هو إيه؟ قوت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أعترف على نفسي أنني لم أستطع أن أدعو بذلك، لأن النفس يعني يشق عليها أن تكون في القوت فقط. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. يعني عايز يسكت حركة الأمعاء من الجوع، في حاجة اسمها ألم الجوع في الطب اسمها هانجر بين، يبقى في انقباضات في المعدة، فهو بيتك على الكبد والجزء اللي حواليه من المعدة عشان تسكت. وده فكرة ربط الحجر، انه هو علشان الحركة الدائمة دي تسكن لما يربط عليها بإيه؟ بحجر. فهو بيعتمد بكبده على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني، وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: يا أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، تعال وراي، تعال معي. ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي فدخلت، فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال، ما لهمش سكن ولا زوجة ولا معهم فلوس يتاجروا بيها، أتوا تركوا بلادهم وهاجروا، والمدينة لم تتسع لكل هؤلاء أن يوجد لهم مساكن أو حتى أنصار يواسونهم غير المهاجرين الأوائل. المهاجرين الأوائل دول أول ما وصلوا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار، وقعت لهم مواساة. وأما من أتى بعد ذلك فكانوا في مؤخرة المسجد، صفت بالنخل، يعني سقفها نخل، ونايمين على حصى، مش ولا سيراميك ولا حصير، فضلا عن الموكيت والسجاد. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد. وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليه ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. يعني شايفين حال المجتمع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام،
الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده ما يطعمهم، هو نفسه ما عندوش. قال فساءني ذلك، قال له روح ادعو اهل الصفة على بتاع فيها شوية ايه لبن، فساءني ان اذهب اليهم، كان نفسه هو اللي ايه اللي يشرب. فقلت وما هذا اللبن في اهل الصفة؟ قلت 70-80 واحد على الاقل، هيشربوا اللبن ده ازاي؟ هيكفي ازاي؟ كنت احق ان اصيب من هذا اللبن شربة اتقوى بها؟ يعني موضوع ان الواحد ياخد كوباية لبن ولا شربة لبن قضية ايه يتنافس عليها ويبقى زعلان انه مش هيلحقها. قال فاذا جاءوا امرني فكنت انا اعطيهم، انا اللي حسقيهم، وما عسى ان يبلغني من هذا اللبن. انا بل لان ساق القوم اخرهم شربا، هيجي يسقيهم، انا بل ما يخلص في 70-80 واحد دول مش هي ايه مش هيلاقي حاجه. وليس ولم تكن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. يعني حديث النفس لا تجعله يؤثر على طاعتك، اللي أمر نفذ. قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت، هيطلعوا مثلا 30-40 في هذا الوقت يعني. قال يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خذ فأعطيهم زي ما هو متوقع. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى. كلهم زي أبو هريرة أصلا، ما عندهمش حاجة إيه يعني يتقووا بها، فعايزين شوية لبن يتقووا بها. قال فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى القوم كلهم، وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنت أنا وأنت، قلت صدقت يا رسول الله. قال أقعد فاشرب، فقعدت فشربت، فقال اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال فأرني فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظاهرة. فإن هذا القدح لا يكاد يكفي فردين أو فرد واحد، اللي بيقول كنت أتقوى أخذ شرب عشان أتقوى، فشربوا منه كلهم. وهذا الحديث يدل على جواز أن يشبع الإنسان، إنه شبع وقال لا أجد له إيه مسلكا، إن الشبع ليس محرما. أمال إيه فضل الجوع؟ إحنا قلنا في أول التعليق إن معناه الصبر عليه إذا حدث، وليس أننا نتعمد ونقصد إليه إلا ما كان مشروعا مثل الصيام. فلا شك أن في الصوم يجوع الإنسان، فهذا الذي يشرع فيه
أن يصبر الإنسان عليه. وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبري رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا عليه، يقع مغمى عليه من ضعف، من قلة الأكل، هبوط في الدورة الدموية، هبوط الضغط. قال: فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، حط رجله على رقبته، افتكر بيه جن، افتكره مصروع. قال: ويرى أني مجنون وما بي من جنون. جنون يعني جمع جن في هذا الموطن. وما بي إلا الجوع، رضي الله عنه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. متفق عليه. دليل على بقاء بعض اليهود في المدينة، آحاد منهم، بعد ما غدروا بالعهود وقتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أجلى بعضهم وقتل بعضهم، لكن بقي أحد ظلوا على الوفاء فأبقاهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم راهن درعه ليأتي بشعير لأهله صلى الله عليه وسلم، 30 صاعا من شعير. حوالي 90 كيلو يعني. اليهود أبى أن يكون البيع نسيئة بلا رهن، يعني ده هيبقى دين، فراهن درعه. هذا الحديث يدل على جواز البيع نسيئة، البيع بالتقسيط أو البيع المؤجل، لأن هذا يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سدد الثمن، ولا نزاع بين العلماء أن الثمن لو زاد بسبب النسيئة، بسبب التقسيط، طالما لم يتغير ولم يكن هناك فوائد، أن ذلك جائز، وفيه مشروعية الرهن في الحضر كما هو مشروع بنص الآية في السفر: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. هذا لأنه الأغلب، وليس لأنه لا يشرع إلا في السفر، بل الرهن في الحضر جائز مشروع. وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم صاع ولا أمسى. عندهمش صاع، أي طعام يكال، لا شعير ولا غيره. وإنهم لتسعة أبيات، يعني الكلام ده بعد فتح خيبر، وبعد فتح بني قريظة، بعد فتح بني النضير، لكن كل ذلك ينفق في سبيل الله. الإهالة السنخة، الإهالة هو الشحم الذائب، شحم اللي هو السنين بتاع
اللحم بتاع الحيوانات، شحم حيواني يعني، دهن حيواني. سنخة يعني تغيرت رائحتها، بدأت ايه تنتن، لكنها لم تنتن، لكن تغيرت رائحتها، بدأت رائحتها. بس ما فيش اكل هيعملوا ايه؟ ولا حول ولا قوة الا بالله. وهذا الحديث دليل على ان المنتن لا يحرم اكله الا اذا كان يضر. وعليه يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد قال: فإذا وجدته بعد أيام فكله ما لم ينتن. لما ما لم ينتن دي في نتن، نتن يغلب عليه الضرر ولما يكون شديد، وفي نتن يسير قوي لسه في الأول خالص يغلب على الظن أنه لا يضر. من هنا تعرفوا حكم الايه؟ الفسيخ. اقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.